للحديث عن الأزمة التي أحدثتها شركة واتساب للتعديلات التي أجرتها على شروط تقديم خدماتها للمشتركين ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول بسام شحادات استشاري الإعلام الرقمي. أستاذ بسام مرحبا بكم. منذ أن أعلنت منصة واتساب للتواصل الاجتماعي عن شروط استخدام خدماتها وثارت موجة من اللغط حول هذه الشروط وأيضا مشاركة المعلومات ومن ثم انتهاك الخصوصية، كيف ترون الشروط الجديدة التي فرضتها واتساب على مستخدميه؟ هل بالفعل تثير القلق لدى المستخدمين أستاذ بسام؟ حياكم الله. طبعا بالنسبة للشروط الجديدة التي أعلن عنها واتساب، هي شروط تثير القلق من ناحية حجم البيانات الذي يتم مشاركته، نعم، ومن الجهة التي سيتم تزويد هذه البيانات بها. هذه البيانات سيتم تزويد بها شركة فيسبوك. فيسبوك تمتلك اصلا منصه انستغرام، نعم، وبالتالي نحن نتكلم عن اكبر منصه سوشيال ميديا فيسبوك، واكبر منصه شبكه التواصل الاجتماعي للصور انستغرام، واكبر منصه تراسل فوري واتساب. الشركه تمتلك بيانات 3 تطبيقات بهذا الحجم وتشارك البيانات بين التطبيقات، يعني انها تراقب المستخدمين من كافه القطاعات، ويصبح لديها كم كبير من البيانات التي ممكن ان تؤثر فيها في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني والمجتمعي. نعم. وبالتالي هذا الأمر يثير القلق بشكل كبير جدا، خصوصا أن هذه الشركة هي شركة فيسبوك لديها فضائح، يعني فيما يتعلق في قضايا الخصوصية وتسريب البيانات. نعم. فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي تم الكشف عنها منذ سنوات ليست في القضية السهلة، هي قضية تسريب بيانات أدت إلى وصول شخص مثل دونالد ترامب إلى الرئاسة عبر تسريب بيانات فيسبوك في الجانب السياسي. وبالتالي عندما يكون شركة لديها تاريخ حافل في تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية، تعلن أنها ستزيد من انتهاك الخصوصية، سيكون أمر مقلق جدا للمجتمع ولصانعي الرأي والأشخاص المهتمين في أمن المعلومات. قد يكون المستخدم العادي غير مهتم كثيرا في هذه التفاصيل، لكن في المجمل هذا كم كبير من البيانات سيتم تسريبه وسيتم مشاركته بين فيسبوك وواتساب، وهذا يعني انتهاك كبير خصوصية، وبالتالي سيطرة كبيرة لشركة فيسبوك. وهذه السيطرة هي مقلقة جدا، لأن هذه السيطرة تعني تحكم في مصائر دول وتحكم في مصائر اقتصاديات، وكمية كبيرة من البيانات ممكن أن يتم التحكم بها. ودعني أقول أن ما يجري حاليا هو استعمار رقمي للشعوب حول العالم، وما يجري حاليا سيطرة وتحكم بمقدرات الشعوب وآرائها ومعلوماتها، وبالتالي هذا أمر خطير جدا، لذلك يجب أن يتم التحرك ضده بشكل كبير. أستاذ بسام، هناك حديث يعني يطرح أن الشركة لم تستطع فرض تلك الشروط على المواطن الأوروبي، إلى أي مدى يمكن للدول أن تفرض شروطها على شركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي؟ كل دولة تستطيع أن تفرض شروطها، لكن نعم، اليوم الدولة التي تريد أن تفرض شروطها يجب أن يكون لديها بديل، يجب أن يكون لديها القوة السياسية والاقتصادية التي تستطيع أن تفرض فيها شروطها على هذه الشركات. اليوم الاتحاد الأوروبي حريص جدا على بيانات المستخدمين، فهو فرض سياسات تحمي بيانات المستخدمين وحقوقهم على كل الشركات، على فيسبوك وعلى جوجل وعلى يوتيوب وعلى كل الشركات، وهو ألزمه بكل القيود التي ممكن أن تحافظ فيها على بيانات المستخدمين. لذلك شركة مثل فيسبوك وشركة مثل واتساب لا تجرؤ على تفعيل هذا النوع من التحديثات في دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وفي بريطانيا، لأن هذا يخالف قوانين حماية بيانات المستخدمين. لكن المشكلة تكمن في دول العالم الثالث، في المنطقة العربية، في آسيا، في شرق آسيا، في أفريقيا، هذه الدول وأمريكا الجنوبية، هذه الدول التي لا يوجد لديها أنظمة وقوانين تحمي بيانات المستخدمين، وبالتالي كما قلت لك هي الشعوب الضعيفة التي سيتم استعمارها رقميا حاليا. ما يحصل الآن هو غزو رقمي للمنطقة عبر السيطرة على بيانات المستخدمين. بعد كل هذه الضغوط أستاذ بسام، هل يمكن للشركة أن تتراجع عن قرارها؟ هل تتوقع ذلك؟ منطقيا يمكن أن تتراجع. هل يمكن أن تتراجع؟ أعتقد أنها نعم ممكن أن تتراجع في حال استمرت هذه موسم الهجرة وهجران تطبيق واتساب وإلغاء الاشتراكات عليه والانتقال إلى تطبيقات منافسة، ممكن أن يحرك الشركة باتجاه أن تتراجع عن قرارها، لكن أعتقد أن هذا الأمر يحتاج على الأقل أسبوع آخر من الضغط، موسم هجرة كبير،
وإغلاق الحسابات بشكل كبير، حتى تشعر الشركة بالأزمة التي أوقعت نفسها بها وتعود بالتراجع عن هذا القرار. من اسطنبول بسام شحادات استشاري الإعلام الرقمي حدثنا، مشكورا، شكرا جزيلا لكم.